والله يا الجو ما هو جو بيت ولا هو جو نوم ولا هو جو راحة. أنا صاحي من الفجر وحد الحين ما نمت وناوي لي عندي ناوي لي يطلع لي في بطن وادي كلها أشجار وطعوس ومر زينة وأخذ غداي وقهوتي وأعرف لو أصور صورها الآن وأقول أنا طالع برا أعرف إني بيجيني ناس واجد. بسم الله والله النية ما تختلف، توكلت على الله. لك مقالي دي السماء والأرض يا مجري الهبايب، باسمك الحكمة وهايب ما تشاهدها عيون الخلق وجه استالي شاعة يا هلا والله يا مرحبا يا هلا والله يا هلا يا هلا والله بس هلا يا ولد ناوي اطلع من ظهر انا اقوم من ظهر من الصباح والله اني ناويها من اليوم مرحب ولد وش تقول اليوم انك ما معجبني بالحي مرحبا ترحي بالسيل والله اني فرحان فيكم انا داري الناس اللي الطلعه هذه ما تزين الا بكم وداري ان واحد بيجيني يا اخي انا قلت ها ما ودي اعلم غير شوي انا زبطت الجيسة احتسيتكم كل شيء جايينك لا فطور ولا غارف بالله ما قلت شيء مرحبا اقلطوا ابوريك ما الجبل الجديد والعلوم الزينه والعزبه الجديده ما بعزبك وجيبك استغفر الله والله ما تجي والله ما تجي هذا وشو؟ لا لا والله هذا هاي الولاعه ولا طلع تلقس بس كيف الموتر يا ابو راشد هذا المسحاه المسحاه هذا حق السكين حق السكين الله يعينك قهوجي عندك هنا لا لا الامور زين اقف لا تعال هذا درج وش؟ هذا درج القهوة والشاي. بابا بابا بابا. با. والدرج اللي جنب. والدرج هذا حق الأكل. الدرج هذاك حق الأكل. أنا ولا هو؟ لا. بابا بابا بابا. بالله قد شفت جلسة مثل الجلسة هذيك وجيب مثل الجيب هذا وعزمة مثل العزبة هذه. ما شاء الله اليوم ترى ما احنا مشتغلين ضيوف اليوم اجلسوا واستانسوا انا هذا مشخص وانا جايك وين انت جاب الشخصيه اليوم؟ اليوم ضيف بتقول هي بس يعني ما هو بزي كذا يعني لا ما يدخلون عجيبي صح انت الثوب حد بعد لا خلاص دخل الثوب خلى ثوبك الاكل والله يجيب لك وجبه ممكن ما تذوق ممكن ما قد دقتها بحياتك وبطبخها انا بيديني لا ما بتحس تفكر في التيس بط بتكلم ما يوي لك والله بط ما مضوي علي جايبه اصلي أوه. بط والله شحمه اكبر منه احلى شيء ما ادري ذبحنا بطك لا ظالم بلح مزان وجايب لي بط بط والله ذي زين ما يعرف يا ابو راشد ما ذبحت لا الحين الظهر الغداء استريح بسوي قهوه استريح أنا مال السكنة البارحة عين عيوني يا نام ود فك أوضحك من هو ما أدري مع حديد في يده أنا قلت عضلاته ما قدرنا أنا أبو راشد ما شاء الله ما نقدر لا طق زي كذا اي طق زي كذا ايوه خلاص يلا ها شفت الذكاء لازم فكر مو عندي فكر شيء قوه سوينا الشاي يا ابو راشد تكفى بيض الله وجهك يا ابو انا اسبوع عضل هذا خلاص ما احنا رايحين ايش دور عندها؟ الفرش حتى موجود كل شيء موجود هني اللي تبونك يلا بخليك سبيل
ناكل تمرة بدون قهوة. بالله حنا بالله. القهوة خلنا خلص التصوير بعدين أبشر. لا بصب شاي قبل. تبغى الشاي؟ تبغى تصب القهوة؟ عندك قهوة عندك شاي؟ على القهوة مليانة والشاي مليان. ترى عادي خدمة ذاتية كل واحد يقدم نفسه. وما تسوق هنا. يلا صب. اجلسوا واستريحوا والدنيا. انت تسمع رأي جيلي يا ولد؟ اي والله معكم. حرجنا. تقهوى تقهوى يا راعي البر تقهوى 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 شيني امسكه. هذه الكاسات الجديده علمتني اعطيك كاسات عندي. هذه الكاسات الجديده بالله احنا اصلا ما نشوف الكاسه من يدينك ما شاء الله عليك وخف بعيد. انا يا راعي امسكه من فوق لا يطيح بس. بالله ايش رايك بالشاي كيف لونه يا ابو راشد؟ عمرك هذا الشاي اللي يقول عليك بالشاي اللي غادي لونه حمار شفته نوفا طولها فارع. الله في طول فارع ما لقنا في الجنة إن شاء الله في الجنة. الله يرزقنا في الجنة يا رب العرش العظيم. أنت علام حار ما يمسك ترى خبطت أنت علام أول إيش تقولوا؟ ضاعت ضاعت علومي ضاعت علومك وطى وطى على الكيكل وطى نعطشي لو عاد دق علي كساتي معي علمني. لا لا كساتي احسن انت بطوله فارع. الله اسالكم بالله يقني فقدتوني يوم اللي رحت عنكم والله نص نص. ها انا مو نص نص طلعت والدنيا ما افقد لا طفشت احنا مغلى اثنين متقابلين بالطلعات دائما. ايه لازم طرف ثالث عشان صح والله صادق. الحين الجيب جاء والعزبه والامور الزينه كلها والله وانتم اللي تبونه امروا فيه. سعيد ان فقدناك بس ما ندق عليك عشان ما نقول ايش؟ ما نقول سعيد نقول ما محتاج سعيد. اي نكابر احنا والله نكنيها جوا نكنيها ونصلى على الله نكنيها. هذا هو علومك نخبيها نخبيها نخبيها. انا والله ما ادري ايش قلت بس خلها نخبيها نخبيها. عندك عزبة ما شاء الله على والله زي من مطابخنا بس خلا الله يبي يوم عين بغى تلق 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 بضاعة تملار زين. والله ضحكني يوم قالها يقول عندك عزبة والله أضف مطابخنا. هذا مطبخ متنقل سرير متنقل كل شيء متنقل كل بشتري جيب مو زي في بيتي مكان مطبخ. والله ما أنا قال كذا. طيب ترى تقدر تحط مكان السرير افضل نوم بعد يا الزميد. والله العظيم والله العظيم في مكان بفرش افضل نوم ماني فضيله. الله يا العالم يسك استغفر الله تبين يا عيني عندك ملاك الصنفر زي راشد. هلا راعي البر. والله جانا واحد هذا واحد هذا سار فريجان هذا واحد والله بياك الغداء عليكم والله اني عارف ان السار علم انت. اي والله قلتني ما علمت ليه ما ادري قلت والله السار هناك هناك هناك. عساك تغديت ان شاء الله. الله يلعن والله قعدت تصلي وتغدى وتجي